الشركات اللي ضروا بسبب كورونا واضطروا يوقفوا بعض أو كل أجراء من الخدمة يمكن لهم يستافدوا من الدعم ديال صندوق جائحة كورونا، بشرط تكون المقاولة كتستجب المعايير ديال المرسوم رقم 2/20331 اللي صدر عن مجلس الحكومة. أولا، يكون النشاط ديال المقاولة متوقف بقرار إداري. ثانياً، رقم الأعمال ديالها نقص ب 50% على الأقل في هذه الفترة، وما يفوتش عدد الأجراء اللي سرحات من العمل ديالهم 500 واحد. ثالثاً، يكون رقم الأعمال ديالها نقص ب 50% على الأقل، وعدد الأجراء اللي غتسرح مؤقتاً أكثر من 500. رابعاً، يكون رقم الأعمال ديالها نقص بنسبة كتراوح ما بين 50% و 25%. ولكن في هاد جوج حالات الاخرين كيتحال الطلب ديالكم على لجنة خاصة اللي كتقرر واش تستافدوا ولا لا. هاد الحالات كلهم معنيين بالتصريح بالأجراء اللي تم التسريح ديالهم مؤقتا. ودابا غادي نشرحوا لكم الطريقة الجديدة باش تصرحوا. ملي تدخلوا للمنصة غتعطيكم لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحتوا بهم في شهر فبراير 2020. غتختاروا منهم جميع الأجراء المتوقفين مؤقتا على العمل، وهنا كتختاروا شحال المدة ديال التوقف ديالهم على العمل، ومن بعد كتكليكيو على افيشي لا ليست دي سالاريي سيليكسيوني باش تاكدوا من الاجراء اللي اختاريت. ومن بعد كتخرج لكم هاد الصفحه باش تاكد المعلومات اللي دخلتي، وتقدروا ترجعوا تبدلوا فيهم شي حاجه من هنا. وفي الاخر كتضغطوا على ديكلاراسيون سور لونور، كتصرحوا بالشرف باللي التوقف الكلي او الجزئي لانشطه المقاوله كان بسبب تفشي جائحه كوفيد 19، وكدير فاليدي. ومن بعد كيطلع هاد الميساج باش تكون فيرمي التصريح ديالكم. ودابا غادي نوريكم كيفاش تصرحوا. دخلوا covid19.cnss.ma، استعملوا اسم المستخدم وكلمة السر ديال بوابة ضمانكم أو بوابة covid19.cnss.ma، وكليكيو على نوفيل دوموند. اختاروا النشاط اللي خدامين فيه من هاد اللائحة اللي كتقترح عليكم المنصة. إذا كنتم توقفين بقرار إداري، غتعطيكم المنصة لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحتوا بهم في شهر فبراير 2020، وتبعوا الإجراءات اللي شرحنا في الأول. أما إذا ما كانش النشاط ديالكم في اللائحة، اختاروا أخرى أوتر وكتبوا شنو هو. كتعطيكم المنصة هذا الطابلو ديال الاختيارات باش تختاروا الحالة ديالكم، وكتكتبوا شحال النسبة باش تراجعوا رقم المعاملات وتضغطوا على سويفون وتتبعوا الإجراءات كيف ما شرحنا في الأول. ولكن إذا كان رقم الأعمال ديالكم نقص بنسبة كتراوح ما بين 50% و 25%، أو كان رقم الأعمال متراجع بأقل من 50% وصرحتوا بأكثر من 500 مستخدم، في هذه الحالات بجوج كيتحال الطلب الإلكتروني ديالكم على لجنة خاصة حددها المرسوم الصادر عن مجلس الحكومة لهذا الغرض، اللي غتدرسوا وغتقرر واش تستافد المقاولة، وغادي توصلوا بإيميل كيعلمكم واش تقبل الطلب ديالكم وتقدروا تتبعوه في المنصة. وإلى عندكم شي تساؤل، تصلوا على واحد من هذه الأرقام 08-02-00-7200 ولا 08-02-03-3333.